الخير، النهارده جوله جديده في سوق الخميس المطريه. بس احنا دلوقتي في اول الخط عندي من عند منطقتي سعيد مكي. دلوقتي هركب المترو لغايه المظلات، وهطلع من المظلات اركب عربيه رايحه المطريه، وهنزل الاخر اسال على المستشفى المطريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نوعات اخر عقود من سوق الخميس المطريه يوم الخميس عند مستشفى المطريه. احنا فين؟ عند عبد الرحمن في الفرشه بتاعته وفي المحل بتاعه زي ما انتم شايفين اهو. مش عايزه اجيب وش حد عشان ما حدش يزعل، بس بص هو الفرشه بتاعته كلها وعنده الرسومات جميله، والسعر بتاع الجلاس ب 21 وال 3 دي ب 22. ونبتدي كده نشوف التشكيل اللي عنده ايه. كده هنبتدي مع بعض ايه بالجلاس، ما لكمش دعوه بده. ده 3 دي الجلاس عنده ب 21 جنيه. ده جلاس اللي هو عليه فراوله واللي عليه قلوب، ده كده جلاس. بصوا اهو الجلاس عنده ب 21 وال 3 دي عنده ب 22 جنيه. ده كده جلاس اهو جنب بعضه مرصوص. جلاس عشان محدش يقول لي انت قلتي ب 21 و 22، لا ال 3 دي ب 22 عنده والجلاس ب 21. انتهزوا هذه الفرصة. هي دي الجلاس ماشية انا عليها. عنده بقى اشكال ال 3 دي، وطبعا عبد الرحمن مش هيفرد النهارده. لا سلام يا حبيبتي، عبد الرحمن مش هيفرد لكم النهارده، انا همشوه كده ايه على العرض اللي معروض عنده، علشان عبد الرحمن عنده زحمه والنهارده سوق الخميس، فانتوا حضراتكم عارفين سوق الخميس عامل ازاي، بيبقى زحمه موت. المهم ان الرسمات اصلا باينه وهي معروضه كده. رسمه الاطفال دي جميله برضو، والفراشه طبعا انتوا عارفينها. ده كده الاشكال عنده كلها. ده كده جلاس المنقط، جلاس الرسمه بتاعت البرج اهي. عنده حته متعلقه الرسمه دي، في منها عمريه نزلت في ال 3 دي. عندكم الرسمه دي برده 3 دي اهي تحفه. عندكم برده دي جميله جدا. الله استنوا، لا اجي افردها لكم، في حد فردها وقطع منها، افردها لكم. مش عبد الرحمن افندي مش فاضي. بصوا ده شكلها كده اهو من هنا، وده شكلها من هنا كده، جميله قوي دي والوانها حلوه قوي. وعنده قطيفه، عنده قطيفه هي الاكرة. القطيفه الاكرة بكام يا عبد الرحمن؟ هو ده يا اختي؟ نبيتي وكافيه وكشمير ورمادي من القطيفه الاكرة. المتر ب 16 جنيه عنده اهو، 16 جنيه عنده. وعنده كوفرتات بيكا، عنده الشكل ده والشكل ده من البيكا، 55 جنيه. ده عرض بقى. الاثنين دول فين الثالث؟ هو الدنيا انا ما صورتكش اصلا. بص اهو عبد الرحمن معلش مش عارف يقف معايا، بس انا على قد ما اقدر بصوره لكم ب 55 جنيه، وده عرض اهو. بصوا انا عايزه افتح لكم بس النور عشان هنا الاضاءه منخفضه شويه، بره في شمس، هنا احنا في المحل. بس جميله دي، جميله ب 55 جنيه والله، حلوه قوي دي. بصوا فيها حاجات بتدوي كده وشكلها جميل. هي خامتها حلوه مش وحشه بصراحه دي. بصوا كده المصريه عنده ب 18 جنيه. دي اشكال الاطفال اللي عنده، دي سنفور وسبونش بوب والبوبي ده. وعندكم الرسمه دي، في منها في 3 دي، وفي منها دلوقتي اهو في المصريه. انتوا عارفين شكلها دي كده، دي في المصريه. ده كده اشكال الاطفال كلها اللي عنده في المصريه ب 18 جنيه. ودي بقيه الاشكال اهي، الكبيره اهو ب 18 المصريه. بس في كذا شكل كده بصراحه لما تشوفيه تحفه، الاشكال تحفه في المصريه، كام شكل كده حلوين قوي. عايزه اوريكم شكل، او الشكل ده جميل قوي، ده في المصريه حلو قوي. بقيه الاشكال اهي. وعندكم ال 3 دي الاطفال ب 22 جنيه، وكان عنده الرسومات اللي لسه نازله جديده، العروسه اللي شايله شنطه دي والحصانين بس خلصوا وانا واقفه.
ودي كده بقيه الاشكال اللي عنده من الثري دي والجلاس. الجلاس ب18، الثري دي ب22، الجلاس ب21. الساده بكام المصريه؟ بصوا عنده هون مصريه ب18 برضو، الساده ب18، الثري دي ب22، الجلاس ب21. ساري ساري ايه ده؟ ده عنده طول مطرز. طول مطرز بكام يا عبدو؟ طول مطرز بكام يا باشا؟ ب38. عندك الفوشه والاحمر بس؟ الابيض لسه خلصان. الابيض لسه خلصان ما شاء الله، في حاجات النهارده خلصت كتير الصراحه يعني. وعنده الاحمر ده ساري، ده كنارين، ده كنارين، ده احمر وده فوشيا واسود، كله نفس النقشه دي. وفي كشمير او بامبا. الكنارين بكام الساري؟ عنده المتر ب30 اهو، وعندكم ده ب38، الطول المطرز ب38، والساده ب18، منقوش وساده من المصريه ب18. استنى اوريكم رسمه كده وهو بيمطر. اوعى دي كده مصريه اهي، دي الشكل اللي بقول لكم حلو قوي ما شاء الله. طوب منها وقف، خلصت وانا واقفه على العرض. بسم الله ما شاء الله جميله جدا، دي اخر حته وكمان في العرض. طب افرض، طب اوريهم الشكل. عبد الرحمن في منها تاني دي؟ عبد الرحمن في منها تاني يا عبدو؟ عبدو لويس في منها تاني؟ حلو قوي منها. طب ايه؟ لا حلو قوي، حلوه خلص منها طوب وانا واقفه. على الله مصريه، على الله مصريه، و18 جنيه.